فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: فهمت من شرح فضيلتكم أنكم ترجحون أن ما دون القلتين ينجس مطلقا، فهل هذا الفهم صحيح؟ هذا مفهوم الحديث، ما هو مفهومي أنا، مفهوم الحديث أنه إذا كان دون القلتين، إذا كان دون القلتين يحمل الخبث سواء تغير أو لم يتغير، وهذا قول الجمهور. وفي من يقول إن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، إما طهور وإما نجس، والطاهر يدخل في الطهور، والله أعلم. أنتم ما لكم للخلافات، أنتم افهموا مبادئ العلم الآن. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.